ندى من مصر، تفضلي يا ندى. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليك السلام، يا مرحبا. يا شيخ انا عندي مشكلة حياتي، يعني ما عنديش حاجة زيها. نعم. انا اتعرفت على شاب محترم وعلى خلق متدين وكويس، وكان معايا مجموعة من اهله. نعم. فبعد كده اتفقنا ان احنا نتزوج، يعني ايه. فمامته رفضت، لان الناس الثانية دي اتكلموا في عرضي انا واتكلموا عليا، ويشاء ربنا ان نفس الناس تعمل معاهم مشاكل ويتكلموا عليهم. كان في، يعني عرفوا ان الناس دي كدابة. فلما عرفت ان مامته مش عايزاني، قلت له خلاص كل شيء اسمه نصيب وكل واحد يشوف حاله. قال لي لا، انا شايفك الزوجة الصالحة وعايزة اتجوزك، اصبري بس عليا اقنع مامتي. زي وين السؤال؟ السؤال ده انا بقالي 4 سنين منتظره، وهو مش عايز يعمل حاجه تغضب ربنا وتغضب امه. انت منتظريه 4 سنين ويقنع امه؟ انتظرت 4 سنين يقنع امه بي، وامه ما اقتنعت بعد 4 سنين؟ لا مش مقتنعه. ما اقتنعتش، انا تعبت. وانت تنتظري؟ ايوه. الله يعوض عليكي. وانا والله العظيم، والله العظيم اني بحبه، يعني انا عايزه ارضي ربنا وعايزه اقف جنب الانسان اللي اختارني، وهو كمان ضحى من 4 سنين. فانا مش عايزه حاجه غير رضاها، والله انا مش عايزه حاجه غير رضاها. يعني هي زين، انا شو وظيفتي؟ يعني انا الان يا اختي 4 سنين ويقنع امه وامه رافضه. زين، والحل؟ نقتل امه؟ يعني هو خايف يعمل حاجه، هو عنده القدرة ان هو يتزوجني، هو راجل مقتدر. بس هي بتقول له ليه دي؟ اشمعنى دي؟ انت فلان ابن فلان، يعني انت حد كبير، يعني ليه دي؟ اسمعي، لا يوجد احد لا يقوى على اقناع احد خلال 4 سنوات. علمتي؟ اما انه كاذب، وانا اسف على هذه الكلمة، او انت ساذجة. 4 سنوات، خلنا كمل. هو ملاك يمشي على الارض وحنا الشياطين، بس خلنا. لا 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 والله ابدا، بس هو بيحاول يحسن لها الصوره ويرجع لها. يا اختي، هو ملاك وحنا الشياطين، لكن ما يجد رجل يقنع امه 4 سنوات ترفض. فاذا ام رفضت 4 سنوات، خلاص لا 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 ارى لك مصلحه في ان تقومي باذلال نفسك على عتبات حبه. الذي يريدك سيصلك ولو كنت في عنان السماء. المراه ذات الكرامه تقول إذا كانت تحية في المريخ وأحبها رجل من الأرض، المرأة ذات الكرامة تقول لو كان صادقا لوصل إلي. علمتي؟ أنت من تطلبي، أنت من تطلبي لا تطلبي. علمت أختي؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. أستودعكم الله.